منورينا في بهية. النهاردة دورنا مختلف شوية، دورنا مع سيدات المجتمع بصفة عامة لدعمهم صحيا، وبالتحديد لدعمهم في بهية. سرطان الثدي طبعا للأسف احنا لقيناه انتشر جدا جدا بين سيدات مصر، فلقينا ان احنا لازم يكون لينا دور مجتمعي، فان احنا نوعي السيدات وان احنا ندعمهم معنويا. دي مش زيارة الاولى، احنا عملنا كذا زيارة تحضيرية علشان نوصل للزيارة بتاعت النهاردة ان شاء الله. النهاردة هيكون في جولة حوالين الاقسام، هنشوف كل قسم بيقدم ايه لسيدات مصر، كمان هنشوف دعمهم المعنوي بيعملوا ايه برضو. كمان في احتفالية المحاربات بهية النهاردة بيعملوا الاحتفالية دي، وكل سبت الحقيقة بيعملوا احتفالية بيحتفلوا باللي ربنا من عليهم بالشفاء. فاحنا النهاردة جايين نشجعهم وجايين نقول لهم الحمد لله على السلامة. الجمعة جاية ان شاء الله في مؤتمر كبير قوي عن انه مصر بدون سرطان وخصوصا سرطان الثدي. هنستضيف طبعا محاربات بهية، كل واحدة فيهم هتحكي عن تجربتها وازاي كان في دعم معنوي ومادي من مؤسسة بهية ومن المحيطين، وده شيء مهم جدا جدا. كمان هيبقى في معرض كمان للمحاربات كنوع من انواع برضو الدعم المعنوي من النادي للمحاربات. الحقيقة يعني سيدات مصر محتاجين للمؤسسة دي فعلا، ومؤسسات مشابهة لتقديم كل أوجه الرعاية والعناية الحقيقة، لأنه الحقيقة سرطان الثدي زي ما قلنا انتشر جدا، والسيدات دي محتاجة حقيقي أي حد يدعمها ماديا أو معنويا. مؤتمر إن شاء الله هيكون برعاية الكابتن ورعاية مجلس الإدارة كامل واللجنة العليا ولجنة المرأة. الحقيقة احنا أول ما تقدمنا بالطلب علشان نعمل مؤتمر كبير خاص بسرطان الثدي بالتعاون مع بهية، لقى استحسان ولقى قبول ولقى دعم رائع الحقيقة من مجلس الإدارة، من الكابتن ومن اللجنة العليا.